زيارة سريعة غير معلنة للجزائر يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في محاولة لحل الأزمة بين البلدين الذي ساد التوتر العلاقة بينهما لأشهر. وعلى أجندة لودريان ملفات عدة على رأسها الأمنية، خاصة ما تعلق منها بليبيا ودول الساحل. نتمنى أن هذا الحوار الذي أطلقناه اليوم يمكن أن يأخذنا إلى إعادة المبادلات السياسية بين الحكومتين العام المقبل، بالتغاضي عن جروح الماضي التي يجب أن نطويها، وأيضا سوء الفهم الذي يجب أن نتجاوزه. أتمنى أن تعود العلاقات بين بلدينا إلى حالتها المتوازنة والرؤية نحو المستقبل. زيارة الوزير الفرنسي سبقتها تهدئة في لغة الخطاب من صناع القرار في باريس، وفي مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كثيرا ما دعا إلى فتح باب الحوار مع الجزائر وسط تأكيد على احترام سيادتها. الرئيس الفرنسي أنه يحاول إعادة ترتيب البيت الفرنسي الجزائري من خلال عبارات التهدئة، من خلال نحن كجزائريين كذلك نرحب بهذه الأطروحة ونرحب بهذه الأفكار. ويعتبر كثيرون أنه إن احتدت الخلافات بين فرنسا والجزائر فإن الطرفين تجمعهما مصالح مشتركة لا يمكن التغاضي عنها. لا يختلف اثنان على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تضرب في عمق التاريخ، وبالتالي اليوم أحب من أحب وكره من كره، العلاقات الجزائرية الفرنسية علاقات قديمة متجددة تحتاج فقط تبيان الأطر التي تشتغل عليها هذه العلاقات في إطار تعاون بيني، في إطار تبادل الخبرات، في إطار تقديم مصالح، الدفاع على مصالح مشتركة. زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان تأتي بعد أشهر من سحب السفير الجزائري بباريس ردا على تصريحات ماكرون بخصوص تاريخ الأمة الجزائرية والتي اعتبرتها الجزائر وقتها مسيئة لتاريخها وسيادتها. في آخر تصريحاته الإعلامية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر وباريس يجب أن تعود إلى طبيعتها، شريطة التعامل بسياسة الند للند صونا لسيادة الجزائر. ويرى متابعون إن مواقف باريس ومن بينها زيارة وزير الخارجية قد تبشر بعودة المياه إلى مجاريها بين البلدين. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.